المقادير تاع الحريره تاعنا، حنا عندنا ان سوبريم دو بولي ولا فخ تاع الدجاج ولا واش عندك، هي من الاحسن خاطر كاين اللي يحبوا يخدموها لحم ودجاج، هي من الاحسن تخدم بالدجاج باش ما بيرديولاش لوغو تاعها. عندنا لهنا انا نحب نديرها العدس الاحمر، كاين اللي يحب يديرها العدس هذاك البني، كاين اللي يحب يديرها الروز، كل واحد باش يحب يعقدها ماشي مشكل. انا علاش العدس الاحمر عنده ماده ويدوب كي في الخبز تاعنا ويختار لنا الحريره تاعنا. عندنا لهنا كمية قليلة تاع واحد 100 غرام تاع العدس الأحمر، حنا نقدموا حريرة تاع بين 6 حتى 8 أشخاص. واش عندنا؟ عندنا لهنايا زوج حبات تاع زرودية، هي الحريرة نعرفها تحب زرودية. عندنا حبة تاع القرعة، حبة صغيرة تاع اللفت، ما نحبوش اللفت لازم تغاش على الحريرة ديالنا، صافي تكون حبة نعم تطلق القوة هذاك، حنا واش نديرو حبة صغيرة برك تاع اللفت. عندنا زوج حبات تاع البطاطا، صافي نعاودو، عندنا زوج حبات تاع البطاطا، زوج حبات تاع زرودية، حبة تاع القرعة، حبة تاع طماطم تكون مليحة، حبة تاع البصل، بيان سور الثوم، وان بوكي كارني اللي فيه الحشيش والكرافس. التوابل تاعها عندنا الملح، فلفل الكحل، عندنا لهنا زعفران، عندنا الكركم، عندنا الكروية، والعكري الاحمر، وكي طيب نرحيوها نضيفوا لها ملعقه تاع طماطم. وما كاين دوكا ولاو يديروا التوابل يقول لك خاصه بالحريره يعني تجي وجبه؟ نعم انا جو بريفير نشري كل حاجه وحدها باش نعرف واش كاين داخل لي بيست. هي العنصر الاساسي تاع الحريره عندنا لهنايا، هنا عندي خليط بين القصبر والكرويه. هي الاصل تاعها الكرويه ولا نعم القصبر والكرويه هي اللي تمدنها الدوق تاعها تاع الحريره ويجي الدوق تاعها. بيان سور عندنا الكركم والزعفران والعكري. والطريقه كيفاش دير؟ تبدا تقلي البصل؟ بيان سور دائما نقليو البصل والثوم اللي هنا نقليوهم، ومن بعد هيك نضيفوا الخضر تاعنا. مهم الخضر لازم نقليوها، ندير لها شويه تاع الزيت، ندير لها شويه تاع الماء باش ما تلصق. هي الخضرة تاع البويون ولا تاع الحريره ماذا بينا كي تكون تقلى خير، تمد ان كو بنين. تربيها وت نعم نقطعها دي بتي كيب ديكارو، نعم ديكارو صغار، نقليوها شويه ومن بعد نمرقوها، نخلوها طيب طيب الخضره تاعنا نرحيوها. نسيت كاني قبل ما نبداو نديروا كاع الخضره ديالنا، واش عندنا؟ عندنا الخميره والفارينه، هذه هي لاسيس تاع الحريره. هي وشنو؟ حنا نخمروا الفارينه ديالنا. هي اللي تمدنا لك البو تاع القروسيه هذيك اللي تجي شغل بنينه تاع. حنا واش نديروا؟ عندنا زوج ملاعق تاع فارينه، نحلوهم في الماء ونديروا فيهم ملعقه صغيره تاع الخميره ماشي بزاف، باش على ندير لازم هذه نبداو بها قبل ما نبداو ندوزو كاع الحريره ديالنا. كما نقولوا تربي الخميره. نعم نخلوها على جانب، نخليها تخمر. هذه كي طيب الحريره تاعنا ونرحيوها نضيفوا لها نعقدوها بهاد بالفارينه والخميره. الحشيش ديرو مع الاول في التقليه؟ نديرو ديما ندير بوكي مع الاول باش على من بعد هذيك نحيوها، نعرفوا بلي الحشيش لو كان قطعوا ديكارو كحلنا المرقه ديالنا، حنا نديرو بوكي ونحيوها.